عندنا تمرين الشفط الفاكوم، تكلمنا عنه بزمان، نزلت فيديوين قديمين قبل لا يكون في ارقام، ونزلت فيديو رقم 494 شلون تستخدم فاكوم مع جهاز المشي هروله ومشي سريع. اليوم راح نستخدم الفاكوم مع تمرين البطن. لما تسوي تفاكوم مع تمرين البطن، انت قاعد تمرن العضلات السكس باك الخارجيه وعضلات الترانسفيرس المستعرضه اللي هي مسؤوله عن قضيه الفاكوم الشفط. زين، راح تسوي انك تشفط حيل وتسوي تمرين البطن وتنفس من صدرك، لا تنفس من مطك، تنفس من صدرك. مثال تمرين سيت اب، تمرين سيت اب مشهور ومعروف. زين، انا قبل لا انزل شو اسوي؟ اشفط بطني حيل، اشفط حيل اللي اقدر عليه واسوي تمرين بطن وانا شافط. زين، لان التمرين العادي اللي يسوونه الشباب ما يشفط بطنه، بس يسوي تمرين بطن، بطنه يكون مشدود بس بغير شفط. احنا نبي تشفط على داخل، لداخل حيل، ها داخل واصل بطنك، كنا بيوصل عند عظام ظهرك. زين، بهذه الطريقه من تخلص هذا نظام سيت اب. ممكن تسوي حتى بتمرين الكرانش او الطحن. زين، راح اسوي كرانش العادي بهذا الجهاز مثلا. زين، تقعد بشكل زين وترفع الكرانش، طبعا ترفع شيء بسيط لتعصر البطن. فش راح نسوي؟ نشفط، نشفط لابعد شيء نقدر عليه. شفت حيل عادي، تنفس من صدري، ما تنفس البطن، وانا شافط حيل. لما تخلص التمرين اللي تبي تسويه، التكرارات اللي انت قاعد تروح للبطن، ممكن تسوي حتى بتمرين الكرانش العكسي اللي هو احنا نسميه الريفيرس كرانش، اللي ترفع ريولك. طبعا مو ترفع بس ريولك، اذا رفعت بس ريولك راح يصير نظام سيت اب اللي يسمونه ليج ريزز. انا ما نبي، ممكن تسوي حتى بليج ريزز على فكره، هم تشفط بطنك زين وشافط، هذا ليج ريزز وانت شافط بطنك حيل. زين، تقدر تطبق فيه، وتقدر تطبق اللي يسمونه كرانش العكسي، الطحن المعكوس اللي راح ترفع في حوضك، بس نفس الشيء انت شافط بطنك، اشفط حيل حيل شافط. زين، ارفع حوضك، هذا يسمونه كرانش عكسي. هذه يعني اي تمرين بطن انت تقدر تسويه، سوي في عمليه الشفط. حاول من الحين رايح انك تسوي تمارين البطن مع الشفط، شوف شلون بطنك يصير، تمسح الكرشه مسح بشكل ما تخيل، ما تحرق الدهون اللي حوالينها، الدهون اللي حوالينها ما تحترق الا نظام دايت، اكل وتمارين كارديو. هذه توخر الكرشه وتنمي العضلات سكس باك عندك باذن الله تعالى.